هاي ما هي الدروس التي نستفيد منها في هذه الزيارة؟ أنا كنت أتمنى أن أكون كدوني بكتابة بان أن أكون أبين لفاج من الدم ينيني أوتيو أسرك شايمان جمان دو إلا أي كوراج كوراج من دو إلا إما نسجي إذا أوتا كيف تغيو همامكا إبي ديشون كوراج من دتا لا بد أن أكون مثل الشيخ أحمد بامبا أو قريبا منه. هذا هو مكان يغني. أريد أن أكون مثل الشيخ أحمد بامبا. هذه هي الهمة العالية. لن تكون مثله ولكن لن تعمل قليلا. إتكان يغني ما يتدوق ما كتوني إبقى فينا بيلا نفا من بولا أودي نمي رفلين يتان نشامنك أو بقى عندي مكتبة فيها 40,000 كتاب موزعة بين 12 غرفة. ومع ذلك الآن همة الآن أن أبدأ في شحن طاقتي بسازي من تمنا سيسان كاران فرسي منتا كاتمين بكا وانباكي فنا سأكون مثل أحمد بامبا أو أفوقه. وإن كان التفوق عليه لا نقول مستحيل ولكن صعب لكن معنى ذلك أني لن أعمل قليلا. إذا أردت أن تكون مثل الشيخ يعني أنك لا تعمل قليلا أبدا، لن تكون ضعيفا أبدا، بل تكون قوي الإرادة. ما معنى قوة الإرادة؟ أريد هذا لابد أن أجده. إذا عجزت فأنت ضعيف الإرادة، إن استطعت فأنت قوي الإرادة. دونك ان كان قاعد سو لا بو تشادو دي نيا يا شي بيك سيبن احمد بامبا او يا يا تو بن بيكا اوت ما يا شي سيبن دلا مو باك ني لوني كلا بس كي فمي نا تشيكلي الف رجل من كبار العلماء يعجزون عن هذا رجل واحد فقد قام بكل هذا. ما هذا هذا الانسان؟ ما هذا النوع من الانسان؟ اه نو نو والله امر من الله كما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تخصص فضل الرب الخدعله بذي تقدم فقد فتجهله صحيح. إذ ربما أريفت مؤخرا ما خاب عن من قبله وعصره. الشيخ رباكم من نتائج عمله. حار الفؤاد الله يهديك.
أنا كده بقى تيجي حتى من خط خط يدي مسكت بالكتاب لا إقامة مقيما على العمل بالكتاب من غير ترك الموت لوجهه التقاء وجه الله. تمسكت بالكتاب لأجل الوصول إلى الله. لوجهي الصلاة باستقامة، يعني الصلاة باستقامة. الصلاة عبادة الله، أعظم العبادات. مسكت بالكتاب ذا إقامة لوجهه الصلاة. يعني صلاتي لوجهه. الاستقامة مع الاستقامة طبعاً. على ما حدده الله وأمرني به في كتابه وكتابه وكلام رسوله. لأن الصلاة يعني لأجل البيت. الصلاة لوجهه. لوجهه. يعني الإخلاص. طبعاً. قل إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وحبك أنت طبيبي. نبدأ كتاب ربي هنا كتاب ربي كان لي وكنت له ولله سجدة. قصاد عند دخولنا ويمدح القرآن يا كتاب الكريم مسب بنيام مسك كتابو أنت حبيبي. إيه قرآن اللي أحمد بامبك كانوا يغنين دسكون كنو وخليلي أدين جنونين تريت نياتنيا وقبل كاكون بنيا كنت طبيبي اريك رانيكا دكتور يكان كاب بنا بفراكه سكاي جميل جدا. هذه مخطوطات كثيرة. البلاد العربية في حاجة إلى هذه المخطوطة. هل جاء هنا؟ الله أكبر. ليس السبيان خلف هناك البنين والبنين. يحسن خذوا القرآن بشكل جميل. لي فيه ما بانا وما ليس يبين. كل هذا لي في هذا الكتاب. الآن نريد الانصراف.
أستاذ سعيد خسل أبيع كلها قبل أن ننسل صبر أبيع كلها قبل أن ننسل لا بد أن توقع يعني أيوة لا بس لا بس لا بس لا بس المملوءه بالكتب النادره هيا 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 ايش كلام النادره تقرا امبي مباكر وكامل يا مي بسم الله زار فقير الله يعقوب يعقوب مدينه طوبى وارتجل عندها انتبهوا بيتا هو قصدنا ارض احمد بمبا طوبى نريد رضا المهيمن بالزياره زرناها مع مريدينا اهل الحزب الدائم وزرنا ضريح الشيخ ومسجده وجامعة الشيخ الكبرى ومكتب الترقية والمكتبة الكبيرة المملوءة بالكتب النادرة وبمخطوطات الشيخ ومؤلفاته وسعدنا جميعا سعادة ملأت ظواهرنا وبواطننا والحمد لله حق حمده
التاريخ بالعربية يا شيخ؟ التاريخ يا اليوم بي 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 وبالعربية بالعربية 23 لا 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 23 رجب الشهر العربي لا بالعربي العربية الشهر العربي اسمه رجب هذا شعبان كم من شعبان كم من شعبان اثنين من شعبان الموافق 23 ديجا موافق فبراير لا شعبان 1444 هجري اثنين شعبان هذا هو اثنين شعبان وكين اثنين شعبان لا ما وصلنا الى هنا اثنين شعبان ام 1444 هجريه الموافق 23 الشهر الثاني 2023 انت قلت 23 و23 ايضا 23 من شهر السنة الثانية كذا كذا التوقيع أها الاسم الاسم والتوقيع الشيخ يعقوب بكري فقير الله كتبت فقير الله في الداخل اكتب هنا انتهى لست بشيخ يا أخي أنت الشيخ عمر نيجا سمرا يقولا Est-ce qu'on va pas laisser nous tout qu'on voit ça c'est pour moi mais mon lèvre. Ah d'accord, c'est tellement bien. Nous arrivons.